السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم فيديو جديد او فلوج جديد معايا، نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم جبتكم معايا لواحد الكومبلكس او لواحد الفضاء اللي سميتو البساتين، اللي بصراحه زوين بالنسبه للناس ديال مراكش. راه جا في طريق صويره، كتفوتوا مرجان بواحد شويه على يديكم اليمين، وكتلقاو هاد الفضاء هذا اللي هو فيه كافيه ريستوران، فيه اسباس ديال لي جو بالنسبه للدراري الصغار، فيه قاعه الحفلات، فيه كيف ما كتشوفوا الفوق راه كاين تيغاس. المهم انا اول مره كنجي ليه، وان شاء الله راه غادي نكتشفوه جميع. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. صراحه المنظر ديالها غزال كيف ما كتشوفوا، فيها كافي على برا، كاينين الكراسة، جو كخوا راه كاين حتى لو تيغاس تما راه هو الفوق. انا غنحاول نشد لكم كل شيء دابا حيت الجو بارد، راه كتبان خاويه. باركونطخ في الصيف راه تتكون عامره بزاف بزاف، فيها شي حاجه تماك ما نعرفوش، اوطيل هذا كله. المهم قاعه تاع سال دي فيت راه كاينه. المهم انا صورت لكم هنا لاصطه الاولى اللي جات لتحت، كافي ريستورون اللي كتكون فيها الاشاره، كتكون فيها لانيماسيون، وان شاء الله هي اللي غادي نجلسوا ناخذوا فيها شي حاجه، ومن بعد غادي نوض باش نكمل معكم الدويره. وهنا بالنسبه للمنيو انا حاولت نصوره لكم باش تشوفوا لي بري، تشوفوا لي بلا اللي عندهم. بالنسبه لي بلا عندهم تقريبا كل شيء، كاين لي جو الاعصير، كاين لي غلاس، كاين لي كريب مالحين حلوين، كاين الطواجن، كاين عندهم حتى الحريره، الكسكس، تاكوس، عندهم لي ساندويش، عندهم بيتزا. المهم عندهم لوشوا كبير. وبالنسبه للاثمنه كيف ما كتشوفوا راه زايد واحد شويه، وسي نورمال حيت راه بلاصه نقيه، وفي الصراحه تخونكيل بلاصه زوينه.
انا حاولت نطلع ليطاج الفوقاني باش نصوروا لكم. كيف ما قلت لكم حنا فاش جينا لقيناها تقريبا خاويه مع مرس بزاف، لان كان الجو في الشتاء وكان الجو برد، ولكن في الصيف انا كنت غالبا كندوز من حداها كتبان لي عامره بزاف. هذا علاش قلت اليوم غادي نجيو وان شاء الله غادي نكتشفها معاكم، ولكن في الصراحه عجبتني زوينه. دونك هاد لاصال كيف ما قلت لكم، هاد لاصال دايرين فيها بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتفرجوا في الماتشات، وتيكونوا حتى وقيته تاع لي ماتش، وهذا كيديروا دي زوفر في الكونسوماسيون خاصين بالناس اللي كيتفرجوا في لي ماتش. هنايا كيخرج هذا الباب كيخرج للتيغاس تاع هو اللي تيكون اللي كيجلسوا فيه الناس، ولكن كيف ما كتشوفوا دابا الشتاء يعني خاوي ما فيش شي حد، واون بلوس البرد. دونك هو هذا، انا كنعتقد غتكون الجلسه فيه زوينه في الصيف، غادي تجي غادي الجلسه فيه روعه. وهنا انا شديت لكم دخلت لاصال ديال لي جو ديال الدراري الصغار. بالنسبه للبروميير ايطاج دايرينو خاص بالدراري تيكونوا من عام 6 سنين، وكاين دوزيام ايطاج اللي فيه من 7 سنين للفوق، يعني العاب ديال الكبار. بالنسبه للثمن داير 25 درهم، كيبقاو يلعبوا الوقت اللي يبغاو 25 درهم. وحتى في ليسباس ديال الدراري الصغار كاينه كافيتيريا، تقدري تاخدي ليهم شي حاجه، تقدروا مشروبات، يقدروا ياكلوا شي حاجه، كاينه سال دانيفيرسير. في الصراحه واحد ليسباس اللي متكامل فيه كل شيء، كاين اماكن للصالات. في الصراحه هذا الشيء باش عجبني هذا ليسباس، هذا اللي بغى يصلي كان فين يصلي، بلاصه لي ماتش، بلاصه ريستورون. وهنا راه صورت لكم هذه الدخله من الجهه الاخرى ديال البارك ديال الالعاب، حيت في النوبه الاولى صورت لكم من لاكسيل من الريستورون. وهنا كاينه هذه دخله خاصه للالعاب، كيف ما كتشوفوا كاين الالعاب هنا على برا اللي دايرين 10 دراهم، هذوك معزولين بوحدهم. وعاد كاين السباس الدخلاني اللي هو هذا اللي كتخلصوا فيه كيف ما قلت لكم 25 درهم على حسب الاعمار ديال على حسب العمر ديال الدراري الصغار. دابا خرجت البنات، انا صورت لكم، شوفوا هذه الخرجه، هي راه كبيره بزاف كيف ما كتشوفوا، فيها بزاف ديال البيبان ملي تقدروا تدخلوا. وهنا هذه هي لاصال دي فيت، شوفوا راه الشتاء تبارك الله في مراكش، راه الشتاء وانا كنصور لكم. الصراحه قلت حتى المره اخرى هاد لاصال دي فيت الا جيت لقيتها حاله وندخل ونصور لكم، الا خلوني نصور لكم الداخل. المهم بدائيا على برا كتبان غزاله، داكشي في الديكوراسيون. شفت شي مناسبه جات تخيطوغ وبدا كيدخل شي حاجه، ولكن راه سادين. المهم كيف ما كتشوفوا هذا هو الديكور ديالها من على برا. الى لقيت شي فرصه في شي فيديو اخر نجي نسول على الثمن شحال كتكرا، ونشوف لكم ونصور لكم الديكوراسيون الداخل كيف دايره. دونك كيف ما كتشوفوا كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم.
وتكونوا اكتشفتوا معايا هاد البلاصه. بالنسبه للناس ديال مراكش راه غادي يكونوا عارفينها، هي ماشي هي ريستوران سال دي فيت وفيها بلاصه لي جو. و اش بغيت نقول لكم، وراه باقي جديده ماشي قديمه، يعني تدارت غير ديغنييرمون. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه جات في طريق اكادير، راه الطريق صورتها لكم تما. دونك كان هذا هو اخر فيديو، نتمنى اللي مازال ما اشتركش يشترك معايا في القناه وتشجعوني باللايكات والتعليقات، ونضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله او فلوق جديد باذن الله. السلام عليكم.